لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مجددا إلى الفقرة التي وصلنا إليها في شرح الحديث الأخير من باب الجهاد والمجاهدة. وهذه الفقرة التي كنا ولا نزال بصدد تفسيرها هي، والحديث قدسي كما عرفنا، هي قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قلنا في أول درسنا الماضي إن كثيرا من الناس ربما يعجب بهذا الكلام، يعجب من أن يسمع من يقول له كلكم جائع إلا من أطعمته، لا سيما وهو فيما يسميه عصر العلم، والإنسان يتحكم في هذا العصر بالطبيعة كما يقولون، فيعتصر من الأرض كل خير كما يحب، ويصنع زخرة الأرض والطبيعة يصنعها كما يشتهي ويريد. كيف يقال كلكم جائع إلا من أطعمته؟ طرحنا هذا السؤال في أول درسنا، ثم أجبنا عن هذا السؤال واستنفذ جوابنا الدرس كله، وعلمنا من خلال الجواب أن الإنسان مهما بلغ الشأوة من العلم والاختراع والإبداع كان لا يستطيع أن إلى ما وضعه الله على الأرض أو على ظاهرها من ذخر أن يضيف إلى ذلك، ولا يستطيع إلى ما سخره للإنسان في سبيله أي شيء جديد. الذي يرتقي الإنسان في مدارجه لا يعني ليس كما قد يتوهمه البعض إبداعا لشيء غير موجود، لا، ولكن العلم عبارة عن رصد وتسجيل للأشياء الموجودة. والعلم لا يسمى هذا التسجيل علما إلا إذا كان التسجيل في الدماغ والفكر. كل ما يمكن أن يعلمه الإنسان قوانين أبدعها الله عز وجل ومتع بها الإنسان قديما أو حديثا، والعلم عبارة عن اكتشاف هذه القضايا. فنحن ننظر إلى الأرض فنجد أن الله عز وجل قد أودع فيها سنة كونية تتلخص في تفاعل معين مع المواد والبذور التي تطرح في داخل الأرض. هذا التفاعل الذي ينتهي بانشقاق المواد والبذرة وبتحولها إلى نبات متصاعد، الإنسان لا يقدم منه شيئا ولا يؤخر منه شيئا، قانون موجود في طبيعة الأرض والتربة، وهو موجود أيضا في طوال هذه الذرة
التي نسميها النواة أو التي نسميها البذرة. النبات الذي يتطاول في الأرض ثم يتوج هذا النبات في أعلاه بالحب الذي يتغذى منه الإنسان، إن على شكل سنابل أو على أي شكل آخر. الإنسان لا حيلة له في إبداع هذا الأمر، فالتاريخ القديم لا يقول أبدا أن الإنسان القديم اخترع هذا النبات أو وضع فيه قانون دينه، وإنما فتح الإنسان عينيه فاكتشف قانون النبات، واكتشف هذا الغذاء الذي يتنالى في أعلى النبات فتناوله وأكله. وبمقدار ما يتعمق الإنسان في نظام هذا النبات يزداد علما. الأشجار النامية التي تثمر للإنسان ما لذ وطاب من الثمار، قانون نضج هذه الثمار وقانون التفاعل بين الطاقة الشمسية وهذه النبات، الإنسان ما أوجد شيئا من ذلك، والإنسان ما أبدع شيئا ما ولا واحد من المليون من هذا النظام أبدا. والحيوانات التي سخرت للإنسان لكي يأكل من لحومها ويتغذى من ألبانها، الإنسان ما أبدع هذه الاستفادة من الحيوانات أبدا. يعني ما جاءت أمة قديمة مثلا بطاقتها العلمية أو الحضارية، أو أمة حديثة في عصرنا هذا تروضت حيوانات معينة إلى أن جعلتها هذه الأمة تستكين الإنسان، ثم اخترع في بروعها هذه الألبان. هل فعل الإنسان شيئا من ذلك؟ أبدا. إذا الإنسان القديم والحديث فتح عينيه وهو يعيش فوق هذه الأرض ليرى أن الأرض ممهدة لمصلحته، مهيئة للاستنبات، وأن النبات مهيئ لأن يقدم له أحسن ما يمكن أن يتفاعل مع جسده صحة وعافية وغناء. نعم. ولم يكن للإنسان في هذا دور إلا دور المتنبه والمكتشف والمتعلم فقط. وهذا التعلم أيضا ممن شرحناه في درس مضى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من الذي جعلني أكتشف طبيعة الأرض وكيفية الاستفادة من النبات وكيفية الرعاية للأشجار وكيفية الرعاية لهذا الغذاء؟ من الذي خلق الأرض وخلق النبات وأعطاهما قوانينهما وضع في رأس القدرة على التفكير، أي أشرق بسر من لدنه على دماغي بنور المعرفة؟ وقد قلنا أن الوعي هو عبارة عن سر يشرق على الدماغ، فبه يكون الفهم والوعي. فالإله خالق الكون الذي يقول هذا الكلام هو الذي خلق الأرض وأعطاها نظامها، وخلق النباتات وبذورها وأعطاها مع الأرض قانون تفاعله، وخلق منها الأغذية الصالحة للإنسان ونسق بينها وبين الحاجات العضوية للإنسان، وهو الذي خلق الأنعام
وأخضعها للإنسان وجعل لحومها وبروعها أي ألبانها غذاء متمما للإنسان. ثم هذا الإله ذاته أقبل إلى دماغك فعكس عليه إشراقا من سره الذي لا يدركه أحد غيره، فبه وعيت وبه نظرت إلى ما حولك فعرفت هذا القانون، وقال لك الله أسلك السبيل الذي وضعتك على أوله، وهو أن تستفيد من هذا الذي أقام الله عز وجل كونه عليه. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مهمتك أن تعلم وأن تمشي في مناكب الأرض وأن تكتشف هذه النعم التي بثها الله في داخل الأرض. ثم تحدثنا عن الماء، ما هو دور الإنسان بالنسبة لهذا الماء الذي به حياة كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما هو دور؟ ليس دور إبداع ولا دور إيجاد حتى ولا دور تطوير لجوهر الماء. خلق الله الماء كما شاء وأبدعه كما يحب، وجعله يأتي من قانون هو الذي أبدعه، قانون الأبخرة التي تتصاعد من البحار ثم تتعقد سحبا في السماوات ثم تنسجم مع نصف من الرطوب بشروط معينة، ثم يخفضها الله عز وجل هذه السحب إلى مستوى معين، ثم يأمرها الله عز وجل بأن تعتصر ماء فينزله الله عز وجل حيثما يشاء من بقاع، ثم أمر الأرض بأن تمتص هذه المياه ثم أن تدخرها في خزائن في داخل هذه الأرض، ثم تصنع عروقا كما شاء الله وبالهندسة التي أحب، وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. دور الإنسان أمام هذا الماء أن يبحث في فجاج الأرض وأن يستفيد من العلم الذي متعه الله به، فيعلم الدلائل أن في هذه البقعة ماء، إذن فأحفر حتى أستفيد مما خزنه الله في داخل الماء. نعم، نزلت الأمطار، إذن أبني السدود حتى لا تذهب هذه الأمطار هباء وبدرا وبددا، بل أستفيد منها لسقيا ولسقيا أرضي. وإذن النتيجة التي ننتهي إليها، وهذا أول درسنا الجديد، من الذي يطعم الإنسان أيها الإخوة؟ ما نطرح هذا السؤال على قرآن ولا على توراة ولا على إنجيل ولا على كلام رسول، نطرح هذا السؤال على ما يسمى العلم، العلم فقط، العلم الصافي عن الشوائب والعصبية العمياء والكذب على العلم. من الذي يطعم الإنسان الذي أبدع هذه القوانين؟ جواب علمي أيضا، في يقول القائل والله أنا لا أعلم من هو الله، لكن نظم وقوانين مر وفي الحياة أدارت الشمس والأرض، هذه الأنظمة هي التي تهيئني طعامي وشرابي، بالإضافة إلى جهد يتمتع به الإنسان ليستغل هذه الأنظمة الموجودة، لا ليوجد أنظمة معدومة. واحفظ القانون العلمي الذي قلته لكم، العلم لا يوجد معدوما ولكنه يؤلف وينسق بين أشياء موجودة بواسطة العقل. إذن
صاحب هذه النظم التي بثها في الأرض والنباتات والكون والشمس هو الذي يطعم الإنسان. لا يمكن أن يرتاب في ذلك مرتاب. إذا نعود إلى هذا السؤال، سؤال الرزق الذي يقول أنا بعرق جبيني أهيئ لنفسي المدخرات التي أطعم منها وآكل وأشرب بكل متعة وبكل طمأنينة. ما هذا؟ كلكم جائع إلى من أطعمته. بعد هذا الكلام يتبين لنا مدى نقول سذاجة أو حماقة هذا الذي يقول هذا الكلام. أنت الذي تدخر، صحيح أنت الذي تدخر، لكن ما هو هذا الذي تدخر ومن أين أبدعته؟ ليس الفضل في الادخار، في الادخار ما هو موجود، ولكن العبرة بإيجاد ما هو معدوم. أرأيت لو أن الله عز وجل غير نظام الأرض ووجه إليها أمره أن لا تنبت شيئا من نبات الأرض، لا نواه ولا بذرا ولا شيء، طيب ماذا تملك أن تفعل أمام هذا الأمر الإلهي الصادق؟ وأرأيت لو أن النبات نمى وازدهر وأن الآمال ترعرعت في النفوس، موسم ممتاز، ثم انطلق أمر الله إلى جند من جنوده من الحيوانات والحشرات والجراثيم ونحو ذلك أن تأتي على كل هذا الذخر فتحرقه، تأكله، تهلكه، ماذا كنت تصنع؟ لو أن أمر الله صدر إلى جيش من الجراد، والجراد جند من جنود الله عز وجل، إلى اليوم لا يستطيع العلم أن يهدم هذا الحيوان، وكلنا نعلم أن الجراد ماذا يفعل؟ ما في منه إلا الضرر. لماذا لم يستطع العلماء الذين أبدعوا الذرة، أبدعوا القنابل المهلكة، نعم لبلاد كما هي، لماذا لم يتلفوا هذه الحشرة الضعيفة البسيطة؟ ها أنتم تسمعون وإلى الآن الأخبار تتحدث عن هذا الجند الذي يتهدد المغرب الأقصى، ولم تستطع إلى الآن تلك البلدة بكل ما أوتيت من حيلة وبكل من استعانت بهم أن تقضي على هذا الجند. ومن أين يأتي هذا الجند؟ من أين ينبع؟ لا أحد يعني. عندما يأذن الله عز وجل تجد أن هذا الجيش قد ظهر، جاء من المشرق أو من المغرب أو شمال أو جنوب، ولا أدره إلا الله سبحانه وتعالى. وما أيسر على الله أن يخلقه في أطباق الجو وإذا هو يتكاثر ويمشي. الباري عز وجل ماذا قال عن فرعون عندما استكبر؟ نصحه موسى عليه الصلاة والسلام فازداد عتوا، ازداد عتوا، قال أخيرا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. ماذا قال الله؟ فأرسلنا، انظروا إلى مين المتكلم، فأرسلنا، من هذا الذي يتخذ هذا الكلام؟ فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذا ما أنبأنا به الله سبحانه. وهؤلاء جنود الله، ولا يعلم جنود ربه إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أرأيت لو أن النبات تطاول والسنابل امتلأت، ثم إن الله عز وجل ذات يوم
آذن الشمس أن تشرق كعادتها، ولكنه أرسل مع أشعة الشمس أنواعا من الأشعة جديدة تحرق كل شيء وتعيده عشيما. وهذا حصل ويحصل، والعالم لا يملك إلا أن يحمل قلمه وورقه ليصف الواقع. يا أخوانا لا تسكروا بكلمات العلم. العالم ماذا يصنع؟ عندما تنزل هذه المصيبة يأتون بعينات من هذه السنابل التي تلفت وأحرقت، يحللونها، يسلطون عليها الأدوات والوسائل المختلفة، ثم يقولون في أشعة الشمس حصل كذا وكذا وكذا، زائد هواء معين نعم فعل كذا وكذا فاحترق هذا الحب. والله قلت ماذا صنعت أكثر من أنك وصفت؟ لو أن هذا العلم يغير مجرى واقع ويقف أمام الأمر الله وسلطانه، إذن لكان في وصف الطبيب أيضا ما يشفي المريض. الطبيب يقول للمريض بعد أن يشخص داءه: أنت تعاني من كذا وكذا وكذا، والسبب كذا وكذا وكذا، انتهى الأمر. هل شفي؟ الطبيب ماذا يملك؟ فإن قلت له: وما العلاج أيها الطبيب؟ إذا لم يكن الله عز وجل قد وضع بين يديه علاجا هو الذي خلقه لهذا المرض وبحث فلم يعثر، ماذا يقول؟ يقول: والله هذا المرض الذي استفحل إلى هذا الحد لا علاج له إطلاقا، والأمر عائد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. العلم يصف واقعا لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فأرأيت لو أن الله عز وجل لم يسلط لا جراثيم ولا شيء، ولكن جعل الشمس التي تبث في النبات طاقة الحياة حولها لتبث أشعة أخرى ولكنها تبث أسباب الهلاك، ماذا يفعل الإنسان؟ من أين يأكل؟ من أين يجد طعامه؟ ثم إن الله عز وجل لو أمر أرضه التي تحتضن هذا الذخر من المياه، لو أن أوامر الله اتجهت إلى هذه الأرض أن تتشرب هذه المياه فتسري في داخل الأرض إلى تفوقها، ما الذي، أنا أسأل، ما الذي يجعل من الأرض في داخلها أوعية هنا وأوعية هنا تحفظ في داخلها المياه فكأنها بحيرات مكلوءة من أطرافها ومن أسفلها، والتربة تربة، ما في مهندسين أغلقوا جدران هذا المعاء ولا أسفله حتى لا تتشرب تسري هذه المياه في تجاوز الأرض، ومع ذلك يبقى هذا الماء مدخرا إلى سنوات إلى ما شاء الله منه. الذين يسهرون في إبداع الطرق الهندسية للسدود ويحافظون عليها جهد الاستطاعة بكل ما أوتوا من قوة، تجد بعد حين أن هذه السدود قد تشققت من طرف منها أو كذا، وأن المياه بدأت تتسرب، ولكن سدود الله سبحانه وتعالى في داخل الأرض مكلوءة بعناية عجيبة جدا، وليس من حولها إلا تراب، تراب فقط. فإذا صدر الأمر الإلهي إلى هذه التربة أن تغور مياهها، فماذا يفعل المهندسون الري؟ مهندسو الري ماذا يصنعون؟ ليحفروا ما شاءوا وليأتوا بأجهزتهم كما يحبون، الماء يفر منهم كما حصل هذا منذ سنوات. دعنا نذكر ذلك جيدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ كل هذا يجعلنا نعود لنتأكد أننا جميعا جياع
إلا أن يطعمنا الله عز وجل. لا يمكن لعالم أن يرتاب في هذه الحقيقة. يقول هذا القانون بفضله نحن نأكل. طيب الخطوة الأخرى، من المقنن لهذا القانون؟ من وضعه؟ ما ينبغي أن نقف عند هذه النقطة. هو الذي نسميه أو اسمه خالق الكون كله ومقنن قانونه، هو الله وحده لا شريك له. بل فلنلجأ إلى الله ولنفر إلى الله ولنستطعمه حتى يطعمنا. وانظروا إلى ما يقوله الله عز وجل، وما أعظم العبرة في هذه الآيات في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة حادثة يرويها لنا الله عز وجل، كما بلونا أصحاب الحديقة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. مات صاحب البستان وبقي الورثة طغاة متكبرون بالرزق الذي لهم، حديقة واسعة جدا جدا كانوا يتمتعون بها. كان أبوها كلما أينعت ثمار هذه الأرض جعلها أثلافا، الثلث للفقراء والمحتاجين والثلث يهديها لمن يشاء والثلث لعائلته وأسرته ونحو ذلك. فلما مات قالوا في أنفسهم ما أحمق أبانا، لقد كنا أولى بهذا الخير الذي نملكه، لكن منذ اليوم لم ندع أحدا يشترك معنا في عطاء خيرنا. ماذا يقول؟ إن أقسموا ليصرمنها مصبحين عليها طائق. فأصبحت كالسر. كيف الآن هذا الكلام؟ طاف عليها على هذه الحديقة هذا المستن طائف، ما قال الله عنه أكثر من هذا الكلام، طائف طائف، ما قد يكون هواء من أشعة شمس، قد تكون جراثيم صغيرة، قد يكون جرادا، قد يكون أي مخلوق. طاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالسري كالمقطوع هذا. فتناد، ما عنده خبر الجماعة في ليلة واحدة، فتنادوا المصلحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون يتهامسون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين مثل العادة، وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم ماذا يقول الله؟ كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا الذي يقوله الله في محكم كتابه ضعه في ميزان العلم تجد أن العلم يسجد له. تحليله وتفسيره الكلام الذي قلناه بالأمس والذي نقوله اليوم. قلنا الباري عز وجل ماذا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأنت لم تبدع هذا اللبن، ولكن قيوم السماوات والأرض هو الذي أبدعه. فإذا كان الأمر كذلك فمن الذي أطعمك؟ الله عز وجل، لا شك في هذا ولا رب. بعد هذا نتجاوز إلى أمر آخر. الطعام هيا، والنبات حفظ إلى أن وصل إلى بيوتنا، والثمار أيضا حفظت، ودروع الأنعام استحلبت لبنا سائغا عذبا للشاربين. وأزيدكم على هذا، استخدمنا النار التي امتن الله عز وجل بها علينا فأنضجنا بها أطعمتنا،
ورصفنا هذه الأطعمة على المائدة وكل شيء جاهز وجلسنا لنأكل. عملية الازدراد، عملية وضع اللقمة في الفم ومضغها ثم ابتلاعها، أنت الذي تملك أن تفعل ذلك. إذا نقول في آخر المطاف أنت تطعم نفسك، في آخر المطاف أنت الذي تضع اللقمة في فيك وتبتلعها. اللقمة في الفم وعملية المضغ ثم الابتلاع، ليس لك أي حيلة في هذا قط، إلا أن الله عز وجل علمك هذا المضغ، علمك كيف تنضغ، بل علمك بدون حفظ لقوانين، يعني هكذا تلقائيا بحركات بعض العلماء يسميها انعكاسية، هكذا تضع اللقمة في فمك. أرأيت لو لم يكرمك الله بهذا النبع تحت رائحة لاختنقت باللقمة التي وضعتها في فمك؟ أحق هذا الكلام أم لا أيها الأخوة؟ والله إنك ستختنق به، لأنها لا تستسهل. أكرمك الله بهذا النبع الثر. وسل العلماء هذه الغدة اللعابية من أين تأتي بالماء؟ مهما امتصصت هذا اللعاب فابتلعته يأتي بعده من غيره، يأتي بعده غيره، يأتي بعده غيره. حاول أن تتحدى قانون الله، قانون الله يغلبه دائما. هذا النبع من أين يأتي؟ من أين؟ وسائغا حتى يعني لا يجعلك الله تتقزز من لعابه. نعم، نترك هذا اللعاب، عملية المضغ قلتها مرارا، قطعة اللحم تمتزج مع قطعة لسانك، يمتزجان معا، ورحى الأضراس تطحن طحنا عشوائيا، الأضراس لا عيون لها، فما الذي يقي لسانك؟ من أن يصاب بأي أذى بسيط؟ في حين أن ما حول اللسان وفوق اللسان وتحت اللسان من هذه اللقمة كل ذلك يطحن طحنا. هل تستطيع أن تجيبني؟ وفي أي مدرسة تعلمت أن تقي لسانك حتى لا يصاب بأي أذى؟ وانظر إلى عظيم حكمة الله، بين الحين والآخر الباري عز وجل يضع اللسان يصاب بشيء بسيط أثناء قدم الطعام. تذكروا كم يشعر الإنسان بألم آنذاك، كم يشعر بألم. لكن ما الذي جعل هذا اللسان في نزوة من هذا كله؟ الآن أمر ليس بيدك أنت كطفل، والله لا فرق بينك أيا كنت وبين طفل يمتص من ثدي أمه. أنت تعلم بشكل انعكاسي وهذا الطفل بشكل انعكاسي. مضغت اللقمة ثم ابتلعتها، فتحتان يستقبلان هذه لقمة هذا الطعام، إحداهما لو دخلت نصر الطعام فيها لاختنقت، والثانية لا يصلح إلا أن يصل فيها هذا الطعام. أي شرطي يقف بين هاتين الفتحتين حتى يدخل الهواء في إحداهما ويدخل الطعام في الأخرى؟ قل لي أي شرطي. نعم، وأي حيلة لك في أن لا تخنق نفسك؟ إذا أي أخي، عملية الأكل بعد كل ما امتن الله عز وجل به عليك، من الذي يكرمك بها؟ الله عز وجل. فلو لم يمتعك الله بهذه النعمة، لو لم يهيئ لك سبيل الاستسارة كما يهيئ لطفل صغير في المهد لبقيت جائعا، بل لهلكت بالطعام الذي تتأمل من ورائه الخير لنفسك.
أيضا أليس حقا ما يقوله الله كلكم جائع إلا من أطعمته؟ أليس حقا؟ إذا عرفنا أن هذا علميا وانتهى الأمر، ما قيمة الإنسان بعد ذلك؟ إذا كنت لا تملك جرعة شرابك ولا تملك لقمة طعامك، وإذا كنت لا تملك بكل ما أوتيت من علم وغنى وذخر وتجارب وأجهزة ونحو ذلك إلا أن تتفاعل مع نظام الله وأن تستفيد من قوانين الله عز وجل، إذن فأنت لا شيء، إنما تعيش برحمة الله سبحانه وتعالى لحظة فلحظة. وإذا كان الأمر كذلك فما أعظم جريمة المتكبر على الله، ما أعظم جريمة من يسخر من كتاب الله أنه تحدث عن التين والزيتون. قرأت أحدهم كلام يسخر فيه من أن القرآن يتكلم عن التين والزيتون، لماذا؟ بتصوره يعني، هذا هو التحليل، نحلل نفسية هذا الإنسان. أن نحن في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر كذا وكذا، نلفت أنظار الناس إلى شيء معروف، ما في يعني شيء يعني غريب، تين وزيتون وعنب مثلا أي شيء، ماذا؟ الإنسان تجاوز هذا الحديث، عين واحد يتكلم الآن عن التين والزيتون ونحن في عصر غزو الفضاء، في عصر كذا وكذا. هذه هي الخلفية التي جعلت هذا الإنسان يسخر من أن القرآن أقسم بالتين والزيتون، وقسم القرآن بمخلوقات الله لفت نظر، إنما يلفت النظر دار من خلال من نظر من خلالها النظر إلى أن ندرك هذا المعنى الذي أقوله، أمس قلته وأقوله الآن. قولوا لي هذا الأبلغ المغفر، إذا استمرت النعمة التي يكرمك الله بها دهرا طويلا وأبقاها الله عز وجل بين يديك فلم يستمدها، استمرارها يسقط قيمتها؟ استمرارها يجعلك ذا فضل على الذي أنعم عليك بها؟ استمرارها يجعلك ذا استحقاق بحكم الأفضل، بحكم التقابل أنك تملكت هذا الشيء ووضعته تحت سلطانك؟ كونك منذ صغرك ترى التين والزيتون وتطعمهما بدون أي تعب، لأن كرم الله لا يجعلك تفتش عنهما، لأن كرم الله عز وجل يجعلك لا تلهف كحيوان فوق القمامة بحثا عن تينة أو زيتونة منه. إذا كان المتفضل منه أغدق عليك بهذا الطعام وأكثر منه لك، بحيث تلتفت يمينا موجود، يسارا موجود، نعم، إذا أنعم الله عليك بهذا فأصبحت متعودا أن ترى هذا. أمن الحق في العلم، في المنطق، في الأخلاق، في الذوق أن تنسى نعمة المنعم وفضله فتسخر من تنبيه الله إياك إلى نعمته؟ لأن والله هذا شيء من أقدم العصور موجود، البر موجود من أقدم، القمح نعمة عمره أقل من عمر ربما هذه الفواكه، فهل طول العمر نعمة أسداها الله إليك ولا يزال يأمر أرضه وسماءه أن تخدمات؟ هل طول المدة يجعلك في نجوة من منة الله؟ يجعلك متحررا من كرم الله؟ يجعلك أنت المخترع لهذه النعمة؟ ما أي غباء؟ ألا تفكر يا هذا؟
لو أن الله عز وجل قطع رفد هذه النعمة عنك. جاء موسم التين وبث في كيانك الرغم الشديد لهذا الطعام، ونظرت إلى الحقول كلها، وإذا بداء معين بجرثوم معين، حشرة معينة سلطها الله على شجر التين بالذات بحيث يتلفها يعرقها. نعم، أنت ستبيع كرامتك وستبيع أغلى ما تعتز به في سبيل تينة واحدة لكي تأكلها، صحيح هذا أم لا؟ طيب، فلماذا لا تذكر من الذي يبقي هذه النعمة فيضا وسلسالا مستمرا في حياتك؟ لماذا؟ وما أقوله، طبعا الباري يضرب المثل، ضرب المثل بأنواع من الفواكه والحبوب والثمار، ولفت نظرنا إلى الباقي من النخيل، من الأعناب، من الرمان، من التين، من الزيتون، من غير ذلك. لفت أنظارنا إلى هذا حتى لا ندفن في قبور غبائنا، وحتى نعتبر ولا يفوتنا القطار فنتذكر الحقيقة، لكن بعد أن ودعنا الدنيا وارتحلنا عنها، ماذا يفيد الإنسان ساعة ذلك أن يقول والله أن الله هو الذي أنعم علينا وهو الذي أكرمنا؟ انتهى ذلك العهد. هنا المطلوب من الإنسان هنا أن يعلم هذه الحقائق. إذن أعود إلى الكلمة القدسية، يا عبادي كلكم جائع، حق كلكم من أعلى إنسان عرفه التاريخ أو سيعرفه التاريخ إلى أدنى إنسان، كلكم جائع إلا من أطعمت بالوسائل التي تحدثت عنها، فاستطعموني أطعمت. ما معنى فاستطعموني؟ أي ديني بالولاء لي، اعترفوا بأني أنا المنعم، وقولوا يا رب لا تحرمنا من نعمة إكرامك، من هذا الطعام الذي تكرمنا به، يا رب هذه هي العبودية التي يأمرك الله سبحانه وتعالى بأطعمكم. مع لا يوجد له مفهوم مخالف، يعني ليس معنى هذا الكلام حتما إن لم تستطعموني لا أطعمكم، لا، ولكن معنى الكلام المناسب مع صاحب العقل والعلم والخلق والذوق أن يعلم من الذي يطعمه، وأن يعلم أنه إذا شاء قطع عنه هذا الأمر. إذن المفروض ماذا؟ أن يسأل الله دواما نعمة، وإلا فإن الله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا إلا عندما يريد الله أن يؤدب أمة من الأمم يحرمه، ليكون ذلك التأديب عبرة في التاريخ لمن يشاء أن يعتبر. إذا عرفنا هذا المعنى قبل أن نتجاوز إلى الفقرة التي تليها، إذا تفاعلت عقولنا ومشاعرنا لأن الله هو الذي يطعمنا، يطعمنا الطعام ويطعمنا المأكل، كل اسم طعام. البارئ يقول إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذا الطعم يقال للماء وللأكل أيضا. إذا علمنا هذه الحقيقة وتفاعلنا معها نشعر بذل عبوديتنا لله وبمنتهى حاجتنا إلى الله وبسلطان ربوبية الله عز وجل علينا، وندرك الصلة العميقة العظيمة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا علمت هذا وجلست في الصباح أو الظهر أو المساء على مائدة الطعام وأنت جائع وأقبلت لتأكل، فتمهل قليلا، تمهل قليلا
انظر إلى هذه المائدة العامرة وأيقظ عقلك للتفكير. من الذي هيئ هذه الأطعمة لك من أول حلقة في سلسلة تهيئها إلى أن نضج الطعام ووضع بين يديك؟ فكر كم استخدم جند من جنود الله لخدمة فمك حتى يكون هذا الطعام بين يديك. أرض، سماء، أمطار، رياح، شمس، كل ذلك جند لخدمتك. ولكي يصل هذا الطعام إليك، نباتات الباري سبحانه وتعالى خلقها في الأرض لتكون أعشابا يرعى منها البهائم والأنعام، فيكون منها غذاء لك في بروعها. وسل علماء النباتات في الأحراش وفي الغابات أشجار ما نعلم أسماءها، لكن الباري يقول لنا تعلم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. عندما تتعلم طبيعة هذه النباتات أشجار باسقة تجد أن هذه الأشجار عبارة عن عناصر معينة مهيئة لتأكل منها هذه الأنعام، الأغنام والأبقار ونحوها، وإذا بها عبارة عن ينبوع للبن، ينبوع للبن. يعلم ذلك الرعاة، يعلمه الرعاة، إذا مروا بهذه الأشجار اقتلعوها من جذورها وألقوها أرضا وسلطوا عليها أغنامهم. فالباري عز وجل كم جند لك من جنود، حتى الحبة تبقى في مأمن وطمأنينة، ثم تصل إلى المراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، فالمراحل التي تليها، مع سائر الأغذية الأخرى ومع الألبان واللحوم، فتأكل منها بهناء. تفكر ثم تفكر في هذه الفواكه، هذا علاوة، هذا فقط عبارة عن تمتية، عبارة عن تفكر. نعم، هذه الثمار جعل الله لك في كل موسم طائفة من الثمار المناسبة لهذا الموسم، ولو تبدلت فاكهة موسم إلى غيره لما رأيت فائدة. صحيح الآن يستبقون بعض الفواكه عن طريق البرادات، لكن ذقها في غير موسمها تجد أن الجسم لا يفيد، وأن الذوق لا يتفاعل معه، لأن الله عز وجل جعل كل فاكهة منسجمة مع موسم معين. ثم إنه تفنن وتفنن وتفنن فأبدع مئات الطعوم والمذاقات، ليس طعم مثل طعم، ليس مذاق مثل مذاق، كله لك يا ابن آدم، كله تبليلا لك يا ابن آدم. إذا جلست على المائدة تذكر هذه النعم، إذا تذكرتها وأنت بشرا سوي لم تنسخ والعياذ بالله حيوانا آخر، لا بد أن تتعشق هذا الإله. والله لا بد أن ينصرف قلبك إلى هذا الإله بأعظم معاني الحب وأعظم معاني الهوى وأعظم معاني التعلم، أكيد. لكن من أستثني؟ أستثني الإنسان، والله أكاد أقول الممسوخ، يرى الطعام فيلتهمه والعقل لا يفكر أبدا، من أين جاء؟ من أين جاء هذا الطعام؟ كيف تهيأ لي؟ لا يفكر، لا يفكر أبدا، يتقلب في نعم الله دون أن يسأل عقله من أين جاءت هذه النعم، وهو العالم، وهو الذي يتباهى بأنه يعيش في عصر العلم. هذا إنسان منسوخ، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن نسأل الله أن يعيده إلى إنسانيته الطبيعية. لكن الإنسان الطبيعي ألا يعشق هذا الإله؟ ألا يعشقه؟ ألا يحبه؟ فإذا أحبه، يعني أنت إذا أحببت الله ماذا تصنع لله؟ والله الباري ما هو بحاجة لا لي ولا لك أبدا، والله أغنى
ما نكون أغنى، هو الغني الوحيد ولا غني غيره عن كل شيء. لكن الخلق الإنساني، الذوق الإنساني، الإحساس الإنساني، العدل الذي كنا نشرحه منذ حين يقتضيانني أن أعلم من المتفضل علي فأعلم ولائي له، أعلم مع التقدير له. الخلق يأمرني بهذا، الإنسانية تأمرني بهذا، ويعلم الناس هذه الحقيقة عندما يتعامل بعضهم مع بعض. يقال يا أخي فلان لئيم، تصور أن احتاج وقع في يعني مهلكة فأنقذته منها، مرض فصورت عليه سنة بكاملها وأنا أطببه وأسقيه الدواء والجرعات وما إلى ذلك، وقع في حاجات كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يعلم الآن لا يتعرف عليه، يراني فيشيح بوجهه عني. شو هذه الأشياء؟ يسأل الله من هذا الدرجة؟ لك بس يقول السلام عليكم، واحد منه يقول هذا الكلام. طيب إذا نظرت إلى فضل الله عليك في هذا الذي نقول لا في شيء آخر، فما هي نسبة فضل الإنسان على الإنسان؟ هل يبلغ واحد على مليار؟ هل يبلغ واحد على 100 مليار؟ أبدا. كيف يجحد الإنسان نعمة الله؟ كيف يكفر بالله بعد هذا؟ فضلا عن أنه يسخر بالآيات القرآنية التي تتكلم عن الله. كيف يتبجح المتبجح ويقول بل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كان هذا في عصر الجهل، أما اليوم في عصر العلم فالقنابل التي تفجر الأبخرة في الجو تضمن نزول المطر في الوقت الذي نشاء وفي المكان الذي نشاء. السكارى من المجاذيب، يقولوا هالكلام، المجاذيب فعلا هم مجاذيب وإن تمشتقوا بألفاظ العلم. من هذا؟ قلت لكم بالأمس العلم لا يوجد شيئا معدوما ولكنه يؤلف بين أشياء موجودة. لكن قلت مرة لواحد من هؤلاء الإخوة ونسأل الله له ولنا العفو والعافية، قلت والله هذا شيء رائع، من متى هذه الاختراع، هذا الاختراع موجود؟ قال صلي أكثر من 15 سنة بيأديه. قلت له طيب 15 سنة الاختراع موجود، روسيا عم تعاني كل سنة من الجفاف وبكل سنة تقع في شدة أعتى من السنة، ما لها لا تفجر هذه القنابل؟ قسم كبير من بقاع أوروبا تعاني من أزمات فيما يتعلق بالمواسم الزراعية، ما لهذه القنابل لا تستخدم؟ البلاد التي تعاني من المجاعة بسبب القحط، أثيوبيا وغيرها، جاءت كثيرة من أفريقيا، ما يبعثون 20-30 قنبلة حتى تنزل فيها الأمطار؟ ما نظر كلام الصحيح؟ محاولة فعلا بذلت ثم أعلن عن أنها فشلت ولم تستطع أن تقدم أو أن تفيد شيئا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أقول لكم الحقيقة على استحياء، أنني مرة أخرى على سفر، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير لنا ولديننا ولأمتنا. نعم، هذا السفر سيجعلني ربما أغيب عنكم 3 دروس فقط بإذن الله، إن أحيانا 3 دروس فقط. فأرجو المعذرة وأسأل الله عز وجل أن يجعل معنا بكم بعد يوم الاثنين القادم والخميس القادم والاثنين القادم، يعني الخميس الذي يلي القادم، والحمد لله رب العالمين.